معكم مقدم المهدي مجيب، ممثل مدينة الجديدة. الصربة كتواجد في المدينة بالضبط جمعية التراث الأصيل الفروسية. وفكيفما كتشوفوا هاد الدورة ديال المهرجان الثالث، فكانت من أحسن الدورات، من أحسن من الدورة الأولى والثانية. وكيفما كتشوفوا فكل شيء الحمد لله على ما يرام، كاين الماء، كاين الضوء، هادشي اللي كيحتاجوا الخيالة، البارود، كل شيء موجود، الناس فرحانة، كل شيء فرحان. المهرجان ديال سيدي بالخير، هذا المهرجان درناه هذه 3 سنوات على قبل، عندنا غير موسم واحد، وعندنا القبيلة كبيرة والجامعات المجاورة ديالنا، وقلنا نديروا مهرجان. درنا في هذا، راه الحمد لله ولا تجي لي عدد ديال الخيل وعدد ديال الناس، وبغينا نبينوا الشواطئ ديالنا، والحمد لله الناس كلشي ناشطة، وبال الأموال الخيل ولا الزوار ولا كل شيء. صراحة هذا الموسم تبارك الله زوين، يعني كتشوف فيه الخيل تبوري، هذا أي واحد يقدر يتعرف عليهم، اللي ما عمر شاف الخيل يشوفه. وكاين الناس تبارك الله اللي عندهم موهبة في هذا الشيء هذا وعندهم حضور. والله يخلينا ديما هكا شعبيين وديما نشوفوا هذه الأجواء هذو. Thank you.